القرار والسياق ديال الوقفه هو رفض تام للقرارات اللي جات بالامس ديال وزير التربيه الوطنيه بن موسى بخصوص تحديد السن في 30 سنه وبخصوص الانتقاء اللي هو تمييزي عنصري. كنقولوا بان هذا القرار هذا اللي اتخذ بالامس فهو قرار لا شعبي، وانه قرار غير دستوري، وانه قرار غير ديمقراطي، وانه كيهمش الكفاءه ديال الشعب، وانه كيخرب المنظومه ديال التعليم، وانه كيخرب المدرسه العموميه، لانك غادي تجيب واحد يعني بحال غنقولوا حنايا واحد يعني اساتذه عندهم السن ديال 30 سنه وبغا تعطيهم مثلا يسيروا الاقسام ويجيروا المدارس وهذه، فنقولوا بان القرار هذا فهو خاطئ وقرار بانه عبثي وما غاديش يخدم المغرب وما غايخدمش الوطن ديالنا. هذا القرار هذا خصو يتلغى، هذا القرار هذا اصلا ما داش في المساطير اللي خصو يدوز فيها. لو انه داس في المؤسسه التشريعيه وكذا 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 وخدا واحد النقاش وكذا ما خدا والو. هذا القرار جيتي بالامس جيتي بغيتي تهمش ولاد الشعب، جيتي بغيتي تقمع ولاد الشعب، جيتي انك كتأجج في الشارع. فين غيمشيو هاد الكفاءات؟ فين غيمشيو هاد الاوطان المعطلين؟ هاد الناس هادو فين غيمشيو؟ قهراتهم البطاله، قهراتهم البطاله والتهميش والاقصاء والحقره عانوا، كانوا شحال هادو ما كيتسناو المباراه، كيتسناو باحال من الجمر، الوقيته اللي جات المباراه انت كتحدد فيها واحد المعايير اللي هي خياليه، اللي هي تمييزيه، اللي هي عنصريه. حنا رافضين بتاتا للسياسه ديال الانتقاء، رافضين بتاتا للسن، وحنا كنقولوا بان يفتح لنا السن 45 سنه وتكافؤ الفرص. اليوم حنا يا واقفين دايرين هذه الوقفه الاحتجاجيه امام مديريه التكوين، فحنا في مدينه الدار البيضاء ضد القرارات المشحفه اللي دارتها الوزاره في حق الطلبه المجازين. فهي تقول لهم، فهي طالبه الانتقاء، طالبه ان السن يكون اقل من 30 سنه، فضلات علوم التربيه على جميع الشعب. فكنظن ان هذا اجحاف حق الطلبه كاملين، لان الا كانت القرايه ما نافعناش فبلا ما نقراوها. اون بليس كو ساكنين الناس اللي عاد وصلوا 30 سنه عاد شبروا الاجازه ديالهم كيقراو في التعليم الخصوصي، فكنظن بانهم محدهم هما كيكبروا في السن وهما يعني كيكتسبوا خبره ماشي كيرجعوا للور. دونك هاد الناس اللي عندهم 30 سنه شنو ندفنوهم ولا نديروا لهم اباده جماعيه؟ كنظن ان هذا قرار مشحف، وحنا ما غاديش نسكتوا وغادي نناضلوا وغادي نكملوا في النضال ديالنا اليوم غدا بعدو. حنا ما غاديش نسكتوا. المطلوب من الوزاره هي انها تحيد هذه القرارات ديالها وتخلي بان الامتحان هو اللي يكون الفاصل ما بين جميع شرائح ديال المجتمع ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.